أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية، نبدأها بالعناوين. روسيا تسعى إلى تقليص الوجود التركي في شمال غرب سوريا وتركيا ترفض. الطيران الروسي يقصف إدلب والجيش التركي يفرق مظاهرة سيرها النظام جنوب المحافظة. طوابير الخبز والبنزين تزداد طولا في مناطق سيطرة أسد. الولايات المتحدة تؤكد أن العقوبات الأممية على إيران سيعاد فرضها تلقائيا. بومبيو يحذر فرنسا من فشل جهودها في لبنان بسبب سلاح حزب الله. أهلا بكم. عقد وفدان عسكريان تركي وروسي اجتماعا في العاصمة التركية أنقرة لبحث تطورات الأوضاع في محافظة إدلب، وأشارت مصادر روسية أن موسكو عملت على إقناع أنقرة بتقليص وجودها العسكري في المنطقة وإعادة ترتيب الوضع المتعلق بنشاط نقاط المراقبة التركية، مؤكدة أن الجانب التركي رفض العرض الروسي لكنه أبدى استعدادا لمناقشة سحب جزء من الأسلحة الثقيلة من المنطقة. عبر الهاتف ينضم إلينا طه عودة أوغلو الكاتب والمحلل السياسي معنا من اسطنبول. أهلا بك أستاذ طه. يعني روسيا تقوم بعرض تقليص النفوذ التركي في شمال غرب سوريا، ما هو العرض المقدم وما هي المناسبة لتقديم هذا العرض؟ سبت مساء الخير لك والسادة المشاهدين. من دون شك الاجتماعات التي عقدت ما بين الأتراك والروس خلال يومين ماضيين كانت شاقة للغاية. على حسب هنا المصادر التركية، روسيا هي قدمت اقتراحها أول أمس، وخاصة فيما يتعلق بموضوع سحب الأسلحة الثقيلة وتخفيف أو تقليص النقاط المراقبة التركية. ولكن حسب المعلومات المتوفرة الأتراك فيما يتعلق بالنقاط، هناك لا يوجد أي يعني تفريط فيها والتأكيد على أنه لا تنازل في هذا الموضوع، ولكن هناك حديث عن ممكن أن يكون هناك سحب جزء من القوات التركية منتشرة في المنطقة. طب هل ما نراه هو جزء من اتفاق سابق اليوم، يعني روسيا تعود لتذكر تركيا للالتزام به، أم أنه ما تقوم روسيا بابتكاره الآن؟ يعني إلى حتى هذه اللحظة، يعني في الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين في 5 مارس الماضي، إلى حتى هذه اللحظة غير واضح المعالم. كل يوم نلاحظ ونتابع بعض التفاصيل الجديدة التي تظهر في هذا الموضوع، ولكن هذه التطورات حصلت كما تعلمين بعد تصعيد كبير من قبل الروس والنظام خلال الأيام الأخيرة الماضية. ولكن اللافت يعني أيضا يعني بعد هذه الاجتماعات وبعد الحديث عن اتفاقات وتفاهمات أو بعض النقاط فيما يتعلق بموضوع سحب الأسلحة الثقيلة أو فيما يتعلق بالنقاط التركية، كان هناك حديث ليلة أمس من وزير الخارجية التركية مولود شاوشاولو ألمح فيها وأكد على وجود هناك خلافات واسعة مع روسيا، وخاصة فيما يتعلق بمنطقة إدلب، وأكد بأن هذه الاجتماعات لم تكن مثمرة كما هناك ورد. بعض وسائل الإعلام تحدثت أنها كانت أقصد روسية كانت بناء ومثمرة للغاية، ولكن أنقرة إلى حتى هذا البحث من وجهة نظري تحاول قدر الإمكان على استمرارية وقف إطلاق النار في تلك المنطقة. طيب وقف إطلاق النار يعني الذي نتحدث عنه هو الذي تحاول تركيا كما ذكرت أستاذ طه الالتزام به، ما زال غير مثمر. يعني اليوم جنوب إدلب يتعرض لقصف ب400 قذيفة مدفعية وحالات نزوح جديدة ومقتل لمدنيين، أين هو هذا الوقف بهذه الطريقة؟ يعني بالتصور أعتقد هناك بعض الملفات المرتبطة ببعضها البعض. يجب أن لا ننسى بأن تركيا وروسيا متواجدتان في أيضا في ملفات شائكة على الساحة الليبية، وأي انعكاس وأي فشل وأي توتر في تلك الساحة له انعكاس بشكل كبير على الساحة السورية، وهذا ما تابعناه خلال الأشهر الأخيرة الماضية. ولكن أنقرة من خلال متابعتها خلال الأسابيع الأخيرة الماضية من
محاولات واستمرار لخرق وقف اطلاق النار من قبل الروس ومن قبل النظام، هي اكدت وكما ذكرت لك على لسان وزير الخارجيه بالامس، اكد بان العمليه السياسيه ممكن ان تكون منتهيه في، ولكن يبدو ان كلا الطرفين مع اتساع المشاكل في المنطقه يحاولان قدر الامكان المحافظه على شعره معاويه في هذا الاتفاق الى حين يعني انقشاع غبار كافه هذه الملفات، ان كان على سبيل المثال الولايات المتحده الامريكيه هناك انتخابات. طيب يعني العرض او الاتفاق الاقتراحات التي قدمتها روسيا لانقره بسحب السلاح الثقيل وتخفيض عدد النقاط التركيه نقاط المراقبه، ما هو المقابل الذي تقدمه موسكو لانقره، ام انه فقط يعني اقتراح تمليه على انقره؟ لا، هو المقابل كما ذكرت لك يعني الى حتى هذه اللحظه لا نستطيع من مبكر جدا الحديث عن كل التفاهمات. المقابل اشرت لك والمحت لك بانه هناك ملف اخر، الملف الليبي، هناك حديث يدور خلال الساعات الاخيره الماضيه عن تفاهمات تركيه روسيه فيما يتعلق بموضوع السرت والجبره، ممكن هذا يكون هذا هو المقابل. ولكن لا توجد هناك تصريحات رسميه في هذا الموضوع. النقطة الأخرى، أنقرة تحاول قدر الإمكان تبريد ملف إدلب في الوقت الحالي، ويجب أن تكون هناك تريد فتح جبهة خاصة مع انشغالها الآن بالملف الليبي موضوع شرق المتوسط. وضحت صورة، شكرا جزيلا لك الأستاذ طه عودي أوغلو الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من إسطنبول. شن طيران الاحتلال الروسي غارات على مناطق في جبل الزاوية جنوب إدلب، وطال القصف عدة مناطق في قرية سرجة وبلدة بينين بجبل الزاوية، موقعا أضرارا مادية في ممتلكات المدنيين. وجاء القصف بعد تصعيد ميليشيا أسد للقصف على محاور جبل الزاوية. تداول ناشطون مقطعا مصورا يظهر ما قالوا إنه تفريق الجيش التركي لمظاهرة سيرها نظام أسد أمام نقاط المراقبة التركية في ريفي إدلب وحماة، ليرد الجيش التركي بالقنابل الغاز على المتظاهرين أثناء محاولتهم دخول نقطة المراقبة في قرية الصرمان جنوب إدلب. دموع وعن آخر تطورات في إدلب ينضم إلينا مراسل أورينت نيوز جميل الحسن. أهلا بك جميل، كيف يبدو الوضع في إدلب اليوم؟ نعم، أحيانا في الحقيقة يعني حتى هذه اللحظة يعني حالة هدوء حذرة في المناطق المتواجدة على تخوم مناطق سيطرة ميليشيا أسد الطائفية، سواء كان في مناطق جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي أو ريف إدلب الشرقي، ولكن هذا الأمر لا يعني بأنه يعني توقف للقصف، لأن ميليشيا أسد الطائفية لم تتوانى يوما منذ أكثر من شهرين عن استهداف المناطق المحررة، نبدأها من بلدة كفر عويد وسفوهن ووصولا حتى كنصفرة وبنين وغيرها من القرى والبلدات يوم أمس، بأكثر من 400 قذيفة مدفعية وصاروخية على عدة قرى وبلدات من أماكن تمركز ميليشيا أسد الطائفية في المعسكرات الحديثة في ريف إدلب الجنوبي، سواء كان في كفرنبل أو معرة النعمان أو في المعسكرات المتواجدة في العمق. أما بالنسبة للطيران تابع للقوات الاحتلال الروسي، اليوم لم يكن هناك أي طلعات لهذا الطيران، ولكن أول يوم أمس كان هناك أكثر من 25 غارة جوية من خلال 7 طائرات حربية تابعة لقوات الاحتلال الروسي، قامت بتنفيذ الغارات جميعها على مناطق محيط بلدة معارة المصريين وأيضا بالقرب من الشيخ بحر. هذه الغارات يعني خلفت أضرار مادية كبيرة جدا، لم يكن هناك شهداء وإصابات في صفوف المدنيين. طيب كيف تتعامل الفصائل وكيف ترد أيضا على هذه الخروقات، وخصوصا أننا نتحدث عن أكثر من 400 ألف قذيفة الأمس أو 400 قذيفة؟
نعم صحيح أحلام، 400 قذيفة مدفعية خلال أقل من 24 ساعة على قرى وبلدات جبل الزاوية. ردود الفصائل تمثلت بعدة ردود، منها رد باستهداف بقذائف مدفعية وصاروخية على مصادر النيران من المعسكرات التي تستهدف قرى المدنيين والتي تأوي نازحين. أضيف على ذلك هناك عمليات قنص من قبل القوات الخاصة المخرجة حديثا من قبل الفصائل المقاتلة والمختصة في القنص الحراري وأيضا في القنص النهاري. يوميا يكون هناك قتيلان من عناصر ميليشيا أسد الطائفية سواء كان ضباط أو غيرهم على محاور قرى وبلدات جبل الزاوية، سواء كان من جوباس في شرق إدلب وصولا إلى تخوم مع الفصائل المقاتلة وتخوم مناطق المحررة مع ميليشيا أسد على محاور كفرنبل وغيرها. آخرها كان يعني ثبت هناك نعوة من قبل قوات الاحتلال الروسي لجندي تابع لقوات الاحتلال الروسي قد قتل نتيجة هذا القنص بعد تبين الفصائل المقاتلة من استهدافها لعناصر كانت متواجدة على خطوط الجبهة، وثبت بأن أحد العناصر هو عنصر تابع لقوات الاحتلال الروسي على محاور قرى وبلدات جبل الزاوية. نضيف على ذلك ردود الفصائل من خلال القصف بصواريخ الجراد على مناطق سيطرة ميليشيا أسد، وعلى وأيضا هناك نعم. عمليات ترصد او طيب عمليات جميل ايضا يعني كان هنالك تداول لفيديوهات تتحدث عن مظاهرات امام النقاط التركية في مناطق تستولي عليها ميليشيا أسد، ما هي المعلومات عن هذه التظاهرات؟ نعم أحلام، بالفعل النقاط التركية المتواجدة في مناطق سيطرة ميليشيا أسد الطائفية والمناطق التي سيطرت عليها مؤخرا غطينا فيها كثيرا، يعني في جميع هذه النقاط توجهت يعني عناصر ميليشيا أسد الطائفية، دفعت بأشخاص لا نعلم من هؤلاء الأشخاص، هل هم مدنيين بشكل بحت أم أنهم أشخاص مخابرات على هيئة لباس مدني، توجهوا إلى النقاط التركية يعني يطالبون بعمليات الطرد وغيرها. هنا الجيش التركي المتواجدون في هذه النقاط قاموا بتفريقهم من خلال يعني الغازات المسيلة للدموع. هنا أريد التنويه لنقطة مهمة أحلام، اليوم دعوات من قبل المدنيين وبعض النشطاء وغيرهم بالتوجه إلى النقاط التركية المتواجدة في المناطق المحررة، وأبرزها توجه باتجاه بلدة إحسن حيث يتمركز هناك تمركز للجيش التركي، دعما لتواجد الجيش التركي في المناطق المحررة ودعما لتواجد الجيش التركي داخل مناطق سيطرة ميليشيا أسد الطائفية من أجل يعني القيام بأعمال عسكرية قادمة من أجل استرداد قراهم وبلداتهم في أماكن تواجد النقاط التركية. طيب جميل أيضا يعني هذه الأنباء تتزامن مع ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الشمال السوري. الأمس كان هنالك قرارات تتحدث عن إغلاق للأماكن العامة وأيضا يعني حالة من فرض التباعد الاجتماعي، هل هنالك التزام بهذه القرارات التي صدرت الأمس؟ حقيقة حتى هذه اللحظة أحلام يعني بالنسبة لي الالتزام لنكون أكثر واقعية، لا يوجد التزام من قبل المدنيين في المناطق المحررة ولا حتى في المحاول حتى هذه اللحظة، ولكن هناك يعني قريبا من قبل حكومة الإنقاذ وغيرها بعد إصدار هذا القرار الذي نمع يعني أو يهدف إلى التقليل من أعداد الإصابات أو الوصول لذروة غير قادرين على استيعاب أعداد إصابات في المشافي، فمن المتوقع خلال 48 ساعة أن يتم فرض على المحال التجارية وعلى المسابح وعلى المناطق العامة أقل تقدير بإيقاف هذه العمليات. أما بالنسبة للمدنيين حقيقة الأسواق مكتظة، المدنيين متواجدون بالشوارع بكثافة مع ازدياد لأعداد الإصابات بفيروس كورونا، والسبب هو سوء المعيشة، يعني لا أحد يستطيع أن يتوقف عن العمل ليوم واحد لأنه غير قادر عن الجلب قوت يومه، غير قادر على شراء كمامة، غير قادر على شراء معقمات، لذلك يعني الوضع مكتظ في أسواق مدينة إدلب وسرمدة والدانة وغيرها، لذلك الوضع يعني بالنسبة للتباعد الاجتماعي لا نستطيع القول يعني نتمنى السلامة للجميع ونتمنى الالتزام يعني قواعد التباعد، الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، وخصوصا اليوم يعني مخيمات الشمال إذا وصل إليها هذا الفيروس فنحن أمام كارثة إنسانية حقيقية. شكرا جزيلا لك جميل حسن مراسل أورينت نيوز كنت معنا من إدلب. في سياق هذه النشرة أيضا، تفاقمت أزمة الخبز والمحروقات في مناطق سيطرة ميليشيا أسد وازدادت الطوابير أمام الأفران ومحطات الوقود طولا، وأرجعت مصادر في وزارة نفط أسد سبب الأزمة إلى أمرين، الأول خروج مصفات بنياس عن الخدمة منذ أيام بزعم الصيانة، وثاني يعود إلى تراجع التوريدات الخارجية
كما أرجع المصدر سبب الأزمة إلى قيام وسائل النقل المتوقفة بتعبئة مخصصاتها وبيعها في السوق السوداء. أشارت مصادر محلية إلى انسحابات عسكرية لميليشيات الفرقة الرابعة التابعة لنظام أسد من مناطق غرب درعا وتسليمها لمجموعات محلية، حيث تم الانسحاب من مناطق زيزون وتل شهاب والعجمي ونبع الفوار وأيضا طريق المزاريب في ريف درعا الغربي إلى منطقة الضاحية بدرعا. يأتي ذلك بعد اتفاق ميليشيات أسد مع اللجنة المركزية في المحافظة بعد إعادة تفعيل مخفرين للشرطة في مدينة طفص والمزاريب. أكدت الأمم المتحدة استمرار المخاطر بحق المدنيين في سوريا بين نزوح جديد شرق حماة وانتهاكات لوقف إطلاق النار في إدلب، فضلا عن انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد. قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك إنهم يراقبون بقلق زيادة أنشطة داعش أيضا خلال الأشهر الأخيرة، موضحا أن هجماته أي داعش أدت إلى نزوح 200 عائلة من ريف حماة الشرقي. أكدت واشنطن أن العقوبات الأممية على إيران سيعاد فرضها بصورة تلقائية، وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سنبذل كل ما هو ضروري لضمان تطبيق هذه العقوبات واحترامها، كما أكد أن الإدارة الأمريكية ستحرص على أن دول العالم أجمع ستطبق هذه العقوبات وتقوم باحترامها. حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرنسا من أن جهودها لحل الأزمة في لبنان قد تضيع سدى إذا لم يتم التعامل على الفور مع مسألة تسلح حزب الله. وتعتبر واشنطن حزب الله إرهابيا، لكن فرنسا ترى أن جناحه السياسي له دور سياسي مشروع. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قاد جهودا دولية لوضع لبنان على مسار جديد، ولكن مبادرته تواجه انتكاسة مع اقتراب سياسة لبنان المنقسمين من تفويت الموعد الذي حدده ماكرون لتشكيل الحكومة. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية. المزيد من الأخبار على منصات أورينت، على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا على orient-news.net. شكرا لتيب المتابعة وبأمان الله.